والله العظيم كنت عارفة انك راجح. لا انا جبت لك هدية وما كانش ينفع اسيبك من غير ما اديها لك بعد الكلام الفارغ اللي قلتي. خفت. مصطفى صبري ما بيخافش بس ما بيحبش وجع الدماغ، عشان كده كان لازم اسكتك واريح دماغي واخلص منك نهائي. ايه تقتلني؟ انت اللي اخترتي، هددتيني مع اني كان ممكن احبك. انا كنت قربت خلاص يا كرم، بس معلش. يلا مالكيش نصيب، بس انا ما نسيتش الشويه الكويسين اللي عرفتك فيهم، عشان كده مش هخليكي تتعذبي خالص. هما بس يا دوب شويه وجع في الاول، لكن هترتاحي للابد بعدهم. مع السلامه يا كرم. مع السلامه. دي الهديه.